الحفظ الكريم ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا الاندفاعات الممتازة والانطلاق أيضا المثير في هذا المساء الممتاز. رمز الصعوبة الأبكار يذهب من نصيبه الاتحادية لإبراهيم بن ثابت لينيبي. أيضا هنا نتابع رمز الصعوبة الجعدان في هذا المساء الجميل والتحدي الرائع. الله الله ما شاء الله وتبارك الرحمن يا الأعداد المشاركة في هذا المساء الجميل والتحدي الممتاز. أسير مباشرة مع اللي وصل هنا في هذا الانطلاق الممتاز حمدان بن حمد بن تويلي آلي نيبي من يقدم أيضا أشقر في هذا المساء الجميل. الدور دور المركز الثاني نايف بسعيد بن هلال لنيبي من يقدم ملبي لب النداء يا راعي ملبي ينطلق ايضا في هذا المساء الممتاز. الدور دور المركز الثالث لتاتي هناك ايضا محمد بسعيد بسالم الدرعي ويقدم الحصن في هذا الاندفاع الرائع الانطلاق الممتاز. الثلاث المراكز الاولى الانطلاق ايضا المثير التحدي الرائع ما بين ملبي ما بين اشقر. اشقر والله ملبي ملبي والله يشقر ولكن شوف اللي قادم وصل الدرعي من الجانب الاخر ليقدم ايضا الحصن. الله الله ما شاء الله وتبارك الرحمن غير الحصن غير الحصن. سعيد بن سالم الدرعي يا زايد ارصد اللي قادم من الجانب الاخر شوف الرقم اللي قادم هناك اللي قادم محمد بن ناصر بن خنفور لنيبي يقدم السيف لكن الدرعي 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 احتصن يا راعي الحصن بالفعل اسم على مسمى انطلق في هذا المسار الجميل رمز الجعدان في هذا الاندفاع الرائع. بقول تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل محمد بسعيد بسالم الدرعي من قدم الحصن في هذا الاندفاع الممتاز والتحدي ايضا الجميل. المركز الثاني